زي ما قلنا وبنقول ان الحب ملوش يوم ولا له ساعة ولا له لحظة، الحب ده له العمر كله. ربنا سبحانه وتعالى لولا انه احبنا ما كانش خلقنا واوجدنا اصلا في هذا الكون، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جيب المحبة، وحتى اخواتنا في الاديان الاخرى بيقولوا ان الله محبة والدين محبة والوطن محبة والكون كله محبة. اعلنوا كده الحب وخلوه ينتشر بين كل الناس في كل اللحظات وفي كل الاوقات. الحب يعني تسامح، الحب يعني مغفرة، الحب يعني تغافل، انك تكبر دماغك يعني لو حد اذاك او قصد انه يضايقك او انه بيسبب لك شيء من الاذى. الحب انك تغفر ده وتعفو ده، الحب انك تعلنه لاهلك. في ناس كتير جدا على فكره ما بيقولوش بحبك لباباهم او بحبك لمامتهم، الكلمه دي اللفظ ده المصطلح ده. الحب للاخوات يعني احيانا بنوفر كلمه الحب دي لو هنقولها البنات يعني لبنات مختلفين، لكن محدش بيقول اخته انا بحبك قوي على فكره، ده انت مهمه جدا في حياتي، ربنا يبارك فيكي وما يحرمناش من بعض ويخليني كده سندك وراجلك طول الوقت. علينا الحب لكل الناس، لاصحابك ولاصدقائك وللمديرين بتوعك وللناس اللي ماشيين في الشوارع والناس اللي بيخدمونا في البيت. كلمه بحبك سواء اتنطقت بالبق او باللسان او سواء كانت بقى ود فتحولت لمشاعر، تحولت لشيء عمل يعني انك تقدم شيء معين، تقدم هدية معينة، يلا اعملوا كده. لو في يوم في السنة بيفكرنا كلنا وبيبقى ترند على الانترنت والناس كلها بتتكلم عنه، خلينا كلنا نتكلم عنه ونعلن الحب بتاعنا احنا ونقول لكل الناس ان احنا بنحبهم من غير ما ننشغل.